رحلات متكررة من النزوح القصري، هكذا أصبح حال الفلسطينيين في غزة في ظل العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي يشنها على القطاع. فمجدداً أجبر جيش الاحتلال سكان غزة النازحين إلى الفرار من مدينة حمد شمال خان يونس. والله ما في حاجة آمنة يا خالتي في الوضع، والله الأمان في وجه الله، بس أما الحمد لله ربنا يحمي هالناس. شوفي كيف الدمار، كل الناس سابوا الخيام. نزوح الفلسطينيين المعافى منهم والمريض وفقاً لأوامر جيش الاحتلال لا يحدث مرة أو اثنتين أو ثلاث مرات، بل يمكن أن يصل لأكثر من ذلك، حاملين معهم ما يستطيعون حمله من ممتلكاتهم. أنا ست مرات رحلت من الشمال لا الجنوب لا البريج لا المغازي لا الانصارات لا رفع، والآن أنا جاهن. أنا قلت وين بدي أروح؟ أنا مرتي مريضة مش قادرة تحكي حاجة، يقول لي طلعنا، أقول له من وين أطلعك؟ أنا وين أروح؟ لقيت أنا بتمنى الموت، تلقيت بتمنى ربنا يعني يستخيرني عنده، لأن وأنا بقول حسبي الله ونعم الوكيل على اللي جابنا هالأراضي هذه. إلا أن أوامر الإخلاء الخاصة بخان يونس تختلف هذه المرة عن سابقتها، حيث تشمل مناطق في الوسط والشرق والغرب، ما يجعلها واحدة من أكبر الأوامر من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. وعلى ضوء هذا الوضع الذي يتسم باللا إنسانية، فإن أي فلسطيني في قطاع غزة قد يجد نفسه وأسرته بين عشية وضحاها في مكان آخر غير الذي كان يقيم به، بعد أن يصدر جيش الاحتلال أمراً بالإخلاء كي يضطر الفلسطينيون في القطاع إلى الانتقال لمكان آخر بزعم أنه سيكون آمناً لهم من القصف والغارات الإسرائيلية، ليكتشفوا بعد ذلك أنه مجرد فخ لهم بعد أن يستهدفهم فيه.